جهنم حضارات الشرق. بتظهر جهنم كمكان للتعذيب بتقوم فيه قوة عليا بعد الموت بالاقتصاص من المنتهكين للقانون الأخلاقي في جميع الديانات الكبرى المنظمة، حيث تصور جهنم كوسيلة إصلاح لمرتكب الخطايا، ودائما ما بتكون في علاقة بين الخطيئة المرتكبة ونوع وحدة العذاب الواقع. الأخطاء والجرائم ضد المجتمع تعاقب ضدها عدالة الحكام في الأرض، وبعد الموت عدالة السماء أو الآلهة توقع عقاب أخروي طبقا لنفس المعايير، والعدالة الأرضية والإلهية مكملتين لبعضهما البعض، وأصبح النظام الاجتماعي لا ينفصل عن النظام الكوني. ويمكن من أقدم النصوص الأدبية اللي تحدثت عن جهنم هي الألواح الأكادية أكاديان في الألف الثانية قبل الميلاد، بتروي الحوار اللي دار بين جلجامش وصديقه أنكيدو اللي صعدت روحه للجحيم، ووصف رؤية محزنة الأرواح بتتوه فيها في مكان مشحون بالغبار بتتخبط في الظلام. الأرواح في هذا التصور لا تخضع للعذاب، لكنها تخضع لعملية استجواب مفصل عن أعمالها في الأرض طبقا لشرائع حامورابي. هل تفوه بكلام يثير الفتن؟ هل اختلس؟ هل تسلل إلى بيت قريبه؟ إلى آخره. فإن كانت نتيجة الاستجواب مخالفة للقانون الاجتماعي، أصبح الفرد بانتهاكه لقانون الملك منتهك لقانون السماء، ويوضع في جهنم حيث يكتر المرارة ويصبح عدواني وشرير، وينتهي الأمر بالمعاقبين يعذبون بعضهم البعض. الأمر اللي تطور في العصر الآشوري في تحويل صورة جهنم لصورة مخيفة مليئة بأنصاف رجال وأنصاف حيوانات وصور من المسوخ المخيفة. لكن في الحقيقة الميثولوجيا المصرية القديمة أحد أغنى الميثولوجيات في الشرق الأوسط، إن لم تكن الأغنى على الإطلاق. ومن خلال البرديات والمعابد الباقية، الباحثون رسموا صورة دقيقة لمفاهيم الجحيم في الحضارة المصرية القديمة منذ الألف الثالثة قبل الميلاد. المصريون القدماء أعطوا أهمية كبيرة لمصير النفس اللي بتقوم بسفر طويل عبر مناطق خيالية غريبة قبل ما تصل لمستقرها الأخير. الصورة المفصلة في كتاب الخروج للنهار المعروف بكتاب الموتى The Book of the Dead، أحد أقدم الكتب اللاهوتية المقدسة، تقف النفس أمام 42 قاضي من محكمة أوزوريس بعد ما يزن أنوبيس قلب المتوفي، وتقوم النفس بالاعتراف أمام القضاة طبقا لشرائع الحكم الأرضي: لم أغش، لم أكذب، لم أهمل، إلى آخره. إن وجدت النفس مصابة بالشر بتمر بعملية تطهير، بحيث تخضع النفس لعملية موت تانية فتصبح من الهالكين اللي بيحشروا في أماكن ضيقة ومظلمة، خاضعين لعذاب تحرق فيه أعضائهم ويقذفون في بحيرات من النار تفترسهم تماسيح خيالية من نار جهنم. كل ده بيحصل في نطاق إبادة وإعدام تام للنفس. أما في الديانة الهندوسية القديمة، فكرة جهنم بمعنى مكان بيتم فيه التعذيب والتنكيل بتظهر للمرة الأولى في نصوص البراهمان وأعمال شانكرا في القرن الثامن قبل الميلاد، فأصبح الشرير هو الشخص اللي بتطغى عليه رغبة العيش المنفرد وسعي في الدنيا للمجد والثروة. ونتيجة لوجود فكرة البعث والتقمص reincarnation، أصبحت هناك عدة صور لوقوع عذاب في جهنم في بعض الأحيان قبل إعادة البعث، أو في أحيان أخرى من خلال إعادة البعث في صورة كائن تعس أدنى من الصورة الأولى كنوع من العقاب. أما في ديانة إيران القديمة الزردشتية زوروسترانيزم اللي بترجع للقرن الثامن قبل الميلاد، بعد الموت بتسافر النفس في رحلة شاقة شبيهة بالرحلات الأخرى في معظم الديانات القديمة قبل ما تصل لجسر العبور لمملكة أهورا مازدا، أي العالم السماوي. الجسر عبارة عن سيف يجتاز الصالح على صفحته والعاصي على حده، فيقطع الطريق على العاصي ويسقط في جهنم. في مذهب زرادشت زراثوسترا لا توجد تفاصيل كثيرة عن مصير النفس في جهنم، لكن بشكل عام العذاب بيدوم زمن طويل، صرخات، يأس،
ضيق، لكن في النصوص المتأخرة ظهرت صور فيها تقسيم جهنم لطبقات أو مستويات بناء على نوعية المعصية، سواء من الأفكار السيئة للكلام البغيض للأعمال الشريرة اللي بتقوى فيها النفس في أسفل الظلمات، فكلما ثقلت الخطيئة كلما انحدرت النفس في الدرك الأسفل.